بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرف اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، كما نسعد بحضوركم نيابة عن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار عز لأهلها. لقد حظيت الإبل عند العرب في أزمان آفلة ومنذ عصور متطاولة بمكانة عالية لم تخفت ولم تنطفئ رغم كل التحولات والتطورات في ثقافة العرب ومجتمعاتهم. وإن ابتعد العربي المتمدن عن الصحراء والخيمة قليلاً فهو لم يبتعد عن الإبل، بل ازداد ارتباطه وتعلقه بها. وانسجاماً مع هذه الاستدامة الوجدانية بين العرب والإبل، قامت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل يحفظهم الله بدعم قطاع الإبل بإنشاء مؤسسات ومبادرات وبرامج ومهرجانات ينافس بعضها بعضاً في خدمة هذا الإرث التراثي والثقافي العريق. بدأت بتأسيس نادي الإبل ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل ومهرجانات المناطق للإبل والمنظمة الدولية للإبل ومنظومة اقتصاديات الإبل وتسجيل الإبل في التراث العالمي. ثم جاء الإعلان عن تسمية عام 2024 عاماً للإبل مشكلاً ذروة الاهتمام والرعاية. وما زال هذا القطاع يحظى بالدعم المستمر والعظيم. شكراً لسمو الأمير على تشريفكم لنا اليوم، وأهلاً وسهلاً بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.